مرحبا بكم. سنتناول في هذا الفيديو نظرية الانفجار العظيم، وهي الإطار السائد حاليا لشرح أصل الكون. سنناقش الأدلة التي تدعمها، مثل إشعاع الخلفية الكونية الميكروي وتوسع الكون. لكن هل هذه النظرية تفسر كل شيء؟ سوف نستعرض النظريات البديلة والتي تحاول تقديم تفسيرات مختلفة. فهل هناك أدلة تجعل بعض هذه النظريات أو الفرضيات أكثر قبولا من غيرها؟ تابع معنا عزيزي المشاهد لمحاولة اكتشاف الحقيقة العلمية وراء نشأة الكون. نظرية الانفجار العظيم تعتبر التفسير الأكثر شيوعا لأصل الكون، حيث تشير إلى أن الكون بدأ منذ حوالي 8.13 مليار سنة من نقطة ذات حرارة وكثافة عاليتين، ومنذ ذلك الحين وهو في حالة توسع. تدعم هذه النظرية أدلة قوية، مثل إشعاع الخلفية الكونية الميكروي وتوسع الكون والنسب المحددة من العناصر الخفيفة التي تم رصدها. وقد اقترح بعض العلماء نظريات بديلة لتفسير أصول وبنية الكون. من بين هذه البدائل تبرز نظرية الحالة الثابتة، والتي تم اقتراحها كمنافس لنظرية الانفجار العظيم في عام 1948. تشير هذه النظرية إلى أن الكون كان موجودا دائما وسيظل كذلك، حيث لا يوجد له بداية أو نهاية، ويبدو مشابها في جميع الأوقات. وفقا لهذه الفكرة يتم إنشاء مادة جديدة باستمرار مع توسع الكون، مما يحافظ على كثافة الكون ثابتة، وهو ما يعرف بالمبدأ الكوني المثالي. ومع ذلك فقدت نظرية الحالة الثابتة شعبيتها في الستينيات بعد اكتشاف إشعاع الخلفية الكونية الميكروي أو CMB، فهذا هو الإشعاع المتبقي من الكون الساخن في مراحله المبكرة، والذي تم وصفه من خلال نظرية الانفجار العظيم. وقد جعلت الأدلة التي قدمتها إشعاعات الخلفية الكونية جعلت نظرية الحالة المستقرة غير مقبولة لدى معظم العلماء، حتى يتمكن تفسير منطقي من معالجة هذه التناقضات ستظل نظرية الحالة المستقرة غير مرجحة. ثانيا، نظرية الارتداد الكبير هي نظرية تشير إلى أن الكون لم يبدأ بحدث واحد، بل يمر بدلا من ذلك بدورة مستمرة من التوسع والانكماش. في هذا النموذج ينكمش الكون في النهاية حتى ينهار، ثم يرتد مرة أخرى، مما يؤدي إلى مرحلة توسع جديدة. يمكن أن تتكرر هذه الدورة إلى ما لا نهاية، حيث يمثل كل ارتداد بداية جديدة للكون. لا تحتوي نظرية الارتداد الكبير على نقطة بداية للكون، مما يلغي الحاجة إلى وجود تفرد كثيف لا نهائي صغر. ومع ذلك لا تزال هذه النظرية تخمينية إلى حد كبير، حيث لا يزال العلماء غير متأكدين من العوامل التي قد تؤدي إلى انهيار الكون وارتداده مرة أخرى. على الرغم من أن بعض الباحثين يجدون هذه النظرية مثيرة للاهتمام، إلا أن الأدلة المتاحة لدعمها لا تزال محدودة، مما يثير تساؤلات معقدة حول كيفية بدء كل دورة. تستند هذه الفكرة إلى نظرية الأوتار، وتبتعد عن فكرة حدث خلق واحد، حيث تقترح أن الكون يتجدد مع كل تصادم. يوفر النموذج الدوري بديلا لفهم الانفجار العظيم من خلال وصف كون يتقلص ويتجدد باستمرار.
تشير هذه النظرية إلى أن الحالة الحالية للكون ليست سوى واحدة من سلسلة لا نهائية من الدورات. وقد قام الباحثون بالبحث عن أنماط في الخلفية الكونية الميكروبية قد تشير إلى دورات سابقة، على الرغم من أن هذه الأنماط لا تزال موضوع نقاش كبير. ثالثا، نظرية التضخم الأبدي، وتعتمد على مفهوم التضخم الكوني الذي يقترح أن الكون قد توسع بمعدل مذهل خلال فترة قصيرة جدا بعد الانفجار الكبير. يفسر هذا التوسع السريع كيفية توزيع المادة بشكل متساو وتوحيد الخلفية الكونية الميكروية. تشير نظرية التضخم الأبدي إلى أنه بينما تباطأ التوسع التضخمي في كوننا، لا تزال هناك مناطق أخرى من الفضاء تتوسع بسرعة. تشكل كل من هذه المناطق كونا فقاعيا منفصلا يتمتع بخصائصه الفيزيائية الفريدة. ينتج عن ذلك ما يعرف بالكون المتعدد. لا تتطلب هذه النظرية وجود بداية واحدة لكل شيء، بل تشير إلى أن أكوانا جديدة تتشكل باستمرار في كون متضخم بلا حدود. تكمن المشكلة في فكرة الكون المتعدد في صعوبة اختبارها علميا، مما يجعلها بديلا نظريا معقدا للغاية. فرضية الخلق الكمومي. هناك بديلان للانفجار العظيم يستندان إلى ميكانيكا الكم، وهي النظرية التي تفسر سلوك الجسيمات على مقاييس صغيرة جدا. وفقا لفرضية الخلق الكمومي، قد يكون الكون قد نشأ من ثقب كمي عشوائي. في إطار نظرية الكم، يمكن للجسيمات والطاقة أن توجد لفترات قصيرة في الفراغ، مما يدفع بعض العلماء للاقتراح بأن الكون ربما ظهر من خلال عملية مشابهة. إن نموذج هارتل هاوكينج الذي اقترحه الفيزيائيان ستيفن هوكينج وجيمس هارتل يتجاوز ذلك من خلال اقتراح أن الزمن نفسه منحن بطريقة تجعل من المستحيل تحديد نقطة بداية معينة للزمن. تشير هذه النظرية إلى أن الكون قد يمتلك بداية حقيقية كما نفهمها، ومع ذلك لا تزال النظريات الكمومية حول أصل الكون في مراحلها المبكرة، بينما تظل نظرية الانفجار العظيم هي النموذج الأكثر دعما لتفسير أصل الكون. تقدم النظريات البديلة إمكانيات متميزة للاهتمام، حيث تسعى هذه النظريات إلى معالجة القضايا المرتبطة بنموذج الانفجار العظيم، مثل مفهوم التفرد وفكرة نقطة البداية الزمنية. ورغم عدم توفر إجابات شاملة حتى الآن، فإن كل نظرية تساهم في تقديم رؤى جديدة وتحديات لفهمنا للكون، مما يحفزنا على استكشاف أسراره بشكل أعمق. عزيزي المشاهد، نأمل أن تكون قد استمتعت برحلتنا في استكشاف هذه النظريات المختلفة خارج إطار الانفجار العظيم، والتي كانت حلقة مبسطة قد عرضنا فيها باختصار شديد النظريات البديلة للنظرية الأشهر الانفجار العظيم، لتكون بذلك هذه الحلقة كمقدمة وجيزة لحلقات قادمة شيقة ومفصلة على هذه القناة في عالم الكونيات. دمتم بخير.